عنا يا رب. فاخمار أنصت يا رب إلينا نحن عبيدك الضعفاء المتضرعين إليك في هذا الحين، واستجيب يا رب ابتهالاتنا واقبل توبتنا ولا تصرف وجهك عنا. آمين يا رب. ولا تشجبنا بسخطك ولا تحرمنا من فيض عطفك وكرمك. يا رب مزق سجلنا وعاصينا بعوفك، فر صدر منا من اثام باب اراده بغير اراده بحلالك. كن يا رب في تاديبنا من عطوفا وفي توبيخنا ربا حليما وفي دم جروحنا جابرا حكيما. انزع من قلوبنا كل ميل خطيئة وازرع في نفوسنا كل بذور الفضائل والصفات المرضية. اشفي أمراضنا النفسية والجسدية واشبع جوع الروحي من الخبز العفة والتقوى والقناعة. كن يا رب لشيوخي سندا وللتائهين في فياف العالم وقفاري والجان وحما، وللضالين عن طريق النور والحياة هدى راشدا، وللمساكين والمعوزين عونا ومساعدا، وللمظلومين عز الحزانة فرج عن المتضايقين أعتق الماسورين بنير الشيطان واسكب روح الوداع والرافع في قلوب الطغاة الغاشمين ليكونوا ما رعياهم وتبايعهم لطفاء المسالمين. أمير عقول الحكماء والقضاة يخطب العدل بين المتخاصمين ويكون لحق العاجزين والفقراء منصفين. اللهم اجزي عنا شبح الحروب واقمع الفتن وابعد المحن والكروب واطلب دعائم الامن كليا واخضع البشر لارادتك الالهيه. حكم ضرائعهم الاستياء بمعرفه شريعتك المقدسه واجعل ذكرنا بديا لوالدتك الطوباويه القديسه مريم لكي بشفاعتها وشفاعة سائر الشهداء والقديسين ومارك بعضوك بختماتهم وجهادهم وأخيرا باستشهادهم نحيا أمامك بالمحبة
والإيمان، ونحن أمواتنا جميعا نرفع إليك حمدا وتسبيحا ولنبيك الصالح وروحك